بالصور، الزراعة تتابع سواق المواشي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات. بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة أسواق المواشي في المحافظة والإشراف البيطري الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الاحتزارية للوقاية من فيروس كورونا، قال دال عبدالي حكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل على أسواق المواشي من خلال مديريات الطب البيطرة بالمحافظة، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة على الأسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها، وكذلك الإشراف على تنظيف الأسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده.